نتحول إلى العاصمة الرباط، حيث افتتح اليوم الممر تحت أرضية الجديد قرب ضريح محمد الخامس. فبعد تسريع وثيرة الأشغال تم إنجاز الممر في وقت قياسي، وذلك قبل نهاية أجل تنفيذه للتخفيف من الضغط المروري لحركة السير وللراغبين في الانتقال بين مدينتي الرباط وسلا. نتابع الروبورتاج لمصطفى السعدوني ونادية أحتة. النفق تحت أرضي لمدارة سيدي مخلوف بين العدوتين ينتهي في وقت قياسي، والشروع في استعماله بدأ اليوم. منشأة طرقية جديدة ستخفف من أعباء التنقل اليومي نظرا للاختناق المروري الذي تشهده عادة هذه النقطة. هاد لو رون بوان كان كيوقعوا فيه بزاف ديال لي زاكسيدون، بزاف ديال سيدون، كانت الناس كتعطل بزاف هاد لو ترافيك، مي دابا الحمد لله كنتمنوا الله ان شاء الله الخير غاتولي تسولاج هاد لو ترافيك هذا. انا ديما تندوز من هنا، السيمانه اللي قبل كنت لقيت الاشغال باديه، الحمد لله دابا لقيت الامور ناضيه وكل شيء زوين والله يعطيهم الصحه. وأشرف على إنجاز المشروع كل من وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، شركة الرباط الجهة للتهيئة، وشركة ترامواي الرباط سلا، وكذا المهندسين والتقنيين والعمال الذين تمكنوا من تقليص مدة إنجاز المشروع. المشروع يتميز ب 160 متر طولي وعرض 7 أمتار تحت أرضي، يمكن عمل التنقل في اتجاهين، اتجاه الرباط إلى سلا وفي اتجاه سلا إلى الرباط، ومع وجود طريقين جانبيين ممكنين من مرور عربتين في نفس الوقت وفي اتجاهين. الحمد لله وصلون واحد النتيجة وفرحانين، وكنشوف الناس فرحانين، وعاد تكون واحد السهولة ديال يعني المرور من مدينة سلا إلى الرباط ومن الرباط إلى مدينة سلا. غيعاون الناس بزاف من المشاكل ديال السير، سورتو بين سكان الرباط وسلا، الطلبة، العاملين، الأساتذة، كنكونوا يعانوا بزاف، والحمد لله هذا المشروع نجح 100%. وكنشكر بزاف المهندسين اللي قاموا به في وقت جواجيز كملوه. ميلاد هذه البنية الطرقية التي انطلقت بها الأشغال شهر أكتوبر المنصرم سيحسن من انسيابية السير والجولان بين مختلف الأقطاب الحضرية.